صحيح انه القضاء الاردني بالسنوات الاخيره نعم عم بياخذ خطوات جيده نوعيه كويس. في التطوير كويس. منها التطوير الالكتروني اليوم احنا ما في محاضر تكتب بخط اليد وهات عاد فك الغاز اليوم كلها المحاضر نعم. مكتوبه اليوم قانون التنفيذ او وزاره العدل البرنامج الالكتروني اللي عمليته برنامج ميزان اصبح المحامي بامكانه من مكتبه يطلع على قضيته التنفيذيه بحكي على القضيه التنفيذيه في مشروع اخر للقضايا المنظوره بشوف قضيته شو حصل فيها الاستئناف بدل ما كان ينزل المحامي من مكتبه الى محكمه الاستئناف مشان يشوف شو صار بالقرار هل فسخ ام لا او صدق اليوم بامكانه من خلال مكتبه هذا الحكي هو جزء من تطوير القضاء لكن حكى فيها الدكتور حكى فيها الأستاذ طارق اللي هو نعم. تطوير الشخص بناء الشخص نعم صحيح. إحنا اليوم تطوير القضاء قاعد يأخذ صفة تطوير القوانين والأنظمة لكن في جزء مهم جدا هو تطوير الشخص الآن قضاتنا كويسين وما شاء الله عليهم مؤهلين قانونا لكن في ضعف باستعمال وسائل الاتصال في ضعف باستعمال الكمبيوتر في زي ما تفضلت أنت من شوي أنه ليش كان الحكي انه خط احمر على الحكي على تطوير القضاء في قوالب جامده بتحكم القضاء القاضي لا اجتهاد في موطن النص القاضي بده يحكم بالقانون وبالتالي بدك تطور النص وبدك تطور الشخص